الجزائر لا تستجيب للحد الأدنى من مقاييس الشفافية في تسيير الإنفاق، ولم تحقق أي تقدم ملحوظ. هذا ما تقوله الخارجية الأمريكية في آخر تقرير لها ضمنته جملة من الانتقادات للحكومة الجزائرية، على أبرزها: الحكومة لم تقدم حصيلة تنفيذ الميزانية السنوية في أجال معقولة أو ببيانات رسمية عن الإنفاق والمداخيل، وجرى حجب معلومات عن المواطنين. الميزانية السنوية لا تتضمن ما جرى صرفه من دعم لصالح المؤسسات المملوكة للدولة والأرباح أو المداخيل التي حققتها. رغم قيام مجلس المحاسبة بالتدقيق في حسابات الحكومة، فإن تقاريره لا يتم نشرها. لابد من إخضاع الحسابات خارج الميزانية للتدقيق والرقابة. الانتقادات في جل القطاعات، سواء تعلق الأمر بحقوق الإنسان أو الحرية الدينية أو سواهما، بات السمة الأبرز في التقارير الأمريكية وجل المنظمات الدولية عن الجزائر. الجانب التقني يتكلم على ضرر الشفافية. كل الأمور التي جاءت يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، مثل مثلا في قضية أننا نعيد دراسة ميزانية السنة الماضية. إحنا الآن القانون الجزائري يقضي بأننا نتابع سنتين من قبل، مليح لو أنها ترجع سنة واحدة. في بعض الأحيان هذه المؤسسة تقدم لنا عيوب، إحنا مطالبين أن نأخذها بعين الاعتبار لنتجاوز تلك العيوب. السلطات الجزائرية التي تثير الصمت أحيانا والرد أحيانا أخرى، كثيرا ما تحاول تبرير هذه الاتهامات بمحاولة الابتزاز. يمكن أن نتكلم فقط أنهم يبتزونها، ثم بعد ذلك احنا نستمر في بعض الممارسات التي قد تكون خاطئة. في انتظار الرد الرسمي للجزائر حول ما تضمنه التقرير الأخير للولايات المتحدة الأمريكية، والذي تذيلت فيه الجزائر ترتيب البلدان التي تراعي الشفافية في نفقاتها، فإن أهل الاختصاص يقرون بأن الكثير من الانتقادات في محلها، وعلى الحكومة أن تستجيب لها بمنطق. رحم الله امرؤ أن أهدى لعيوبي.